ですね。السؤال الرابع، اقرأي من قوله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم وما كنتم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتكم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء هل ينظرون
فهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنكم ما كنتم تفترون قد خسروا أنفسكم وضل عن قد خسروا أنفسهم وضل عنكم ما كنتم قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا أنفسهم وضل عن وضل عنكم وضل عنهم وضل عنهم ما كنتم تفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين حسبك. السؤال الخامس والأخير اقرأي من قوله تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن اتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم
نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه فساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم